السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض غرزة جديدة تماما. الغرزة دي ممتعة جدا، لطيفة قوي. تعالوا نشوف هي ايه. بصوا، الغرزة دي اسمها غرزة الجيرسيه، طبعا بالعربي والانجليش نفس الاسم، جيرسي ستيتش او الجيرسيه. زي ما انتم شايفين الغرزة كده فراغاتها واسعة وشكلها لطيف قوي، وتحسوا كده ان هي الغرزة العدلة، بس ليه مش متنية او بترول معانا؟ تعالوا نعرف هي ايه الغرزة دي واستخداماتها، عيوبها، مميزاتها، تفاصيل الغرزة يعني. وبعد ما شفنا الغرزة تعالوا دلوقتي نعرف بتتعمل ازاي. انا استخدمت هنا ابر رقم 4. بالنسبة للخيط ده، الخيط ده استوكات، انتوا شفتوا معايا من قبله وعارفين تفاصيله. والخيط ده بصراحة يعني مش بيوبر وما كانش ليه اسم بصراحة. تعالوا النهاردة بقى الخيط ده اولا صوف، تمام؟ تعالوا النهاردة نشتغلها بخيط أقطان وهتشوفوا نتيجة مختلفة تماما عن النتيجة اللي انتوا شايفينها معايا هنا. هستخدم في الفاتورة دي خيط إليزا كوتون جولد، تمام؟ الخيط ده قطن 100% طبعا، لا مش قطن 100%، 55% قطن والباقي اكريليك. اوكي، بس صراحة خيط حلو يعني وأثبت قدرته جامد. نبتدي مع بعض. اول حاجة هنعمل عدد من السلاسل، طبعا العدد يعني بتاع السلاسل غير محدود، سواء عدد زوجي او عدد فردي اللي يعجبك، اي عدد. انا عملت 20 سلسلة، بس انتي كبداية ابتدي ب10 سلاسل او 5، بحيث ان انتي تستوعبي الغرزة ويبقى عندك تحكم فيها. اوكي، بعد كده هاخد كل حاجة على الإبرة، بس أنا باخدها من ظهر السلسلة. مميز قوي الحركة دي لو انت هتعملي كارديجان أو بلوفر أو كوفية، بالذات لو كوفية، لأن الأطراف عندك محتاجة إن هي تكون متساوية. يعني زي ما انتوا شايفين هنا كده، الأطراف هنا زي الأطراف هنا، ودي البداية بتاعتها عشان تكون الأطراف شبه بعضها كده وشكلها نضيف في الشغل. هو ده منظرها. المرحلة دي احنا بنعملها يمكن في كل الغرز اللي احنا بنشتغل بيها. من بعد المرحلة دي بقى هنبتدي زي فكرة غرزة الشبكة كده، كنا بنرتفع سلسلة واحنا شغالين، بس المرة دي هنرتفعها في كل السلاسل دي بس واحنا راجعين تاني. ازاي؟ اهو برتفع سلسلة كده واروح مطلع الإبرة منها. طبعا شوية المبتدئين هيحسوا ان المسألة دي فيها صعوبة عليهم، بس معلش يعني نتيجة الغرزة دي هتبسطك لدرجة انك هتنسي المجهود اللي انت بذلتي فيها، صدقيني. يعني كما ان هي بتصلح زي ما قلت لكم للصيف، تصلح لجو الخريف في عمايل البلوزات والحاجات اللي هي تكون بأكمام وفي الوقت نفسه كده ايه، فيها فتحات واسعة. تصلح كوفية، ودي ساعتها هتكون شتوي، فغالبا كافة المواسم اللي احنا ممكن، غالبا كافة المواسم طبعا كل واحد على حسب استخدامه. كل غرزة بارتفاعها بطلع منها وامسكها في صوابعي كده، شايفين؟ اصبح معانا كده على الابرة عبارة عن سلاسل كده متسابة وشكلها عامل كده، تمام؟ ما تتخضيش ولا حاجة، هي دي طريقة الغرزة بتاعتنا. هنرجع تاني كل واحدة هندخل فيها ونرتفع سلسلة، كل واحدة ندخل فيها نرتفع سلسلة. اوكي، شايفين اهو. بالمنظر ده كل واحدة بدخل فيها بروح مرتفع سلسلة كمان، شايفين؟ شايفين؟
غرزة جميلة متنوعة قوي، بس زي ما هي جميلة ومتنوعة أكيد ليها عيوب وليها مميزات. من مميزات الغرزة دي شكلها ان هو يعني شيك قوي وبيصلح لاستخدامات كتيرة وبالذات حريمي. تقدري تعملي منها الكارديجان، البلوزة زي ما قلنا. بالنسبة للاستخدامات الشتوية تقدري تعملي منها الكوفية او ان انتي تصغري حجم الابرة فيطلع معاكي الفراغات دي صغيرة. انا كبرت صف واحد، بصوا شكل الغرزة حلو قوي ازاي. طبعا شكلها مميز قوي وتصلح لحاجات كتيرة، شغلها يعني اسهل عليكي في الاقطان وفي الخيوط اللي هي الصوف من الخيوط اللي هي مثلا الانتي بيلينج زي الخيط اللي هو ده الهيمالايا. الخيوط الناعمة بتبقى شوية متعبة معاكي ويعني بتتسبب في ان انتي تاخدي وقت اطول. حاجة من مشروع الشتاء، واكيد خمنتوا من فتحاتها الواسعة هي هتكون ايه. بنعمل ايه في الاساس؟ خليكم انتظروا معايا للشتاء هتعرفوا التفاصيل اكتر. نرجع لغرزتنا، هي دايما بتفضل معانا على الابرة زي ما انتوا شايفين كده، واحنا طول ما احنا شغالين ما بنفصلش من الموضوع ده. يعني انتي لو عايزة تسيبيها على جنب كده وتروحي تشوفي حاجة تعمليها وترجعي تاني عشان تكملي الغرزة بتاعتك، هي لازم تكون على الإبرة كده. يعني ما مش بتتساب مثلا وبنشد سلسلة واحدة كده بالطول وخلاص على كده، لا هي بتفضل كده على الإبرة لحد ما تخلصيها من أول سلسلة لحد ما تخلصي كل حاجة فيها. أوكي، مرة تانية أهو برتفع سلسلة وبروح مطلعة الخيط من الإبرة وامسكه بصه بصوابعي كده، ارتفع سلسلة طلعه من الإبرة واسيبه كده. اوكي، طبعا مميزة قوي في موسم الصيف دي، تستخدمي إبرة كبيرة وخيط كده مثلا رفيع زي كده او تخين زي كده. طبعا اقطان ملي الغرزة دي شكلها هيكون تحفة. بالنسبة للملابس، لو عملتي حاجة بكم هتكون مثلا مخرمة كده وفيها فتحات واسعة تبقى فظيعة في اللبس. تعمليها مثلا لموسم الشتاء وتبقى مثلا كوفية او مثلا بلوفر يكون مفتح كده من النوعية اللي هي المخرمة زي اللي انا لابساها دي، شايفين فتحات واسعة كده وكبيرة، بتكون مميزة قوي لموسم الصيف والخريف. يعني دي انا احيانا بلبسها تحت الجاكيت بتبقى جميلة جدا في اللبس. متعتقدش يعني ان هي خاصة بموسم محدد الا اللي انتي تحدديه في شغلك. اوكي، انا كده يعتبر خلصت الصف واديني بقفله. بصوا باخد سلسلة وارتفع واحدة شايفين اهو. طبعا من عيوب الغرزة دي ان انتي ممكن توقعي غرزة وانتي مش واخدة بالك، وده وارد جدا لو حصل. بصوا انا هطلع لكم مثلا واحدة اهي، لو حصل هتكون منظرها كده، هتروحي على طول لاحقة السلسلة دي مرتفعة سلسلة تمام، وتروحي واخدة الخيط ومرتفعة سلسلة كمان، هتبقى بالمنظر ده ولا كأن حاجة حصلت. اوكي، وانتي بتشدي الخيط او بتتعاملي معاه مثلا بتشدي الخيط تحطيه على صوابعك او بتشدي الخيط من هنا، لازم تكون صوابعك على الغرزة اللي من بعدها عشان ما تكرش معاكي. شايفين اهي، هنطلع كمان غرزة اهي عشان تفهموا قصدي. ادي اهي طلعت وكده. طبعا في ناس كتير هتعتبر ان المسألة طارت، لا ما طارتش ولا حاجة تمام. ادي اهي السلسلة هدخلها كده واروح على طول واخدة السلسلة اللي من بعدها. الغرزة مع اللون واو بجد، يعني دي لو يتعمل منها كوفية او بلوزة صيفي تحفة في اللبس.
وبعدين شكلها شيك قوي، بالذات مع الالوان الفاتحه بتبقى شكلها مبهج كده وبتبرز. ويعتبر عملنا حاجه من الغرزه العدله، بس مش غرزه عدله، فاهمين قصدي؟ بحيث ان انا اعمل حاجه مش مضطره اعمل لها شراشيب او اعمل لها غرز سنيد زي غرزه البليسيه التونسي او الاستيك، وزي البليسيه العادي او غرز الحشو او ايا يكن غرزه انت ممكن تعمليها عشان تفردي بيها حاجه، بالذات لو عملتي مثلا كوفيه انت مش عايزه فيها غرز بليسيه او عايزه فيها اي غرز تفردها. الغرزه بتاعتنا النهارده مناسبه جدا للموضوع ده. بصوا انا اهو هسيب دي، قبل ما اسيبها بصوا اهي برتفع سلسله طلعها من الابره واسند كده، ماشي، بمسكها كده بصابعي بروح على غرزه جديده وبرضو برتفع سلسله، اسيب بقى القديمه واخد ايه الجديده. طيب هي القديمه كده مش هتتفك؟ لا مش هتتفك، لان انت فعليا ماسكه الغرزه اللي لسه هتتفك وممكن تفك اللي بعدها، فاهماني الطريقه دي؟ اوكي. دلوقتي انا كبرتها شويه، بصوا الشكل عامل ازاي، شكلها مخرمه كده وتحفه. تعالوا دلوقتي نشتغل اخر صف مع بعض ونقفل. بصوا برتفع سلسله وطلعها بره وامسكها بايدي، طبعا كل ما بتكبر بتبقى مزعجه اكتر من قبل، فاهميني؟ يعني كل ما طولها بيكبر بتحس ان انتي مش قادره تتحكمي فيها. فاكرين البطانيات اللي هي كانت ترند الفتره دي، بيحطوها كده وتفضل ان هي تاخد واحده من التانيه واحده من التانيه، كانت بتعملها كده وهي معموله على الارض، وكان حجم الخيط بيبقى ضخم قوي كده، وكانت بتتعمل بالايد. لو فاكرين البطانيات دي، هي نفس الغرزه دي ونفس الطريقه بتاع شغلها، بس احنا بنشتغلها بالابره. برتفع سلسله واسيبها، ولما كنت ببقى ماسكه دي خلصت دي بمسك دي واسيب الايه التانيه اهو، شايفين؟ طبعا كل ما المساله بتبقى كبيره معايا، ان انا طبعا كبرت 5 غرز عن 20 عشان يعني تبان معاكم، بس زي ما قلتلك انتي اشتغلي 10 سلاسل بس او 5 وابتدي جربي الغرزة، شوفي انتي عندك تقدر وخلق ان انتي تشتغليها ولا لا قبل ما تبتدي في اي حاجة او اي بروجكت ضخم في الغرزة دي، وابتدي شوفي الاول هي مناسبة ليكي مش مناسبة تقدري تعمليها. شايفين؟ حسوا ان هي مبهدلة كده، بس بصوا طول ما انتوا شغالين ايه لموها كده بايديكم، لان هي في الاساس يعني هتشوفوا هوريكم دلوقتي هي قد ايه طرية ومرنه قوي، وفي الاساس هي قطعه كده قماش هتلاقوها مخرمه كده وفيها فراغات، لكن هي ما فيهاش اي حاجه تانية ولا اي سسبنس من اي نوع، هي بس ده ميزه بتاعتها. واكبر ميزه ليها هي شكلها، واكبر عيب ليها هي طريقه الشغل بتاعتها، لان هي مزعجه زي ما قلت لكم مش مناسبه للمبتدئين. بصوا اول ما خلص طبعا دي مش برتفع سلاسل ولا حاجه، يعني انا ببقى مثلا اهو تمام، انا ارتفعت دي وسبتها ماشي، ورجعت ارتفعت سلسله برضو هنا زي ديت، بس طبعا دي مش هسيبها خلاص لان هي اصلا بدايه كل ايه صف اهو. بصوا برتفع سلسله كده ايه وبخليها معايا على الابره. طبعا زي ما انتم ملاحظين ان انا هنا الغرز معايا بقت واسعه كده، وهنا كانت الغرز معايا ضيقه، ودي ميزه ان انتي ما تقعديش يعني بشكل محدد قوي تعملي مثلا الغرزه يكون ارتفاعها كده او ارتفاعها كده او اكبر او اقل، لا لو انت عايزه الحركه دي وتطلع معاكي تيبيكال كل واحده قد التانيه، استخدمي ابره التريكو او اي عصايه تكون مبرومه كده معاكي بالتخن اللي انت عايزاه في الغرزه بتاعتك، ساعتها كل حاجه هتطلع قد بعضها. بس انا بالنسبه لي بحبها ان هي تكون يعني عارفين فوضويه نوعا ما، بس بشكل شيك، يعني انا مره كده الاقيها واسعه، مره الاقيها ضيقه، مره الاقيها ضيقه خالص 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 كده، ودي ميزه حلوه بالذات في اللبس، يعني ان تكون حاجه شكلها فوضوي بس في الوقت نفسه ايه جاذب للنظر وشكلها كده شيك. وهي معموله ازاي يعني عارفين ان هي بتدي ارباك كده، هي طب هي تريكو هي كروشيه، طب يعني هي اصلا جاهزه ولا يدوي، فاهمين قصدي؟ بتبقى شكلها حلو كده ومختلفة، يعني مش كل حاجة شبه بعضها، لا فيها كده شغل ومجهود وفي الوقت نفسه شكله شيك. عارفة
فان انا برغي كتير صح. بصوا واو بجد انا خلاص يعني بقيت من عشاق الغرزة دي، شايفين المنظر؟ وعلى فكرة يعتبر كأنك اشتغلتي غرزة عدلة وما اشتغلتهاش في نفس الوقت. اوكي طبعا احنا دلوقتي لو هنشتغل السنة الجاية كده احنا مش هنقفل الغرزة، ودي اظن انتوا خدتوا بالكم منها وفهمتوها كويس. طيب هنعمل ايه عشان نقفل غرزتنا دي؟ كل بساطة تمام، هنمسك الابرة بتاعتنا ونطلع من الغرز كلها. طيب انتي اصلا بتكوني شغالة بابرة تنسي، فمش هينفع تطلعي من هنا كده كله مرة واحدة تمام. فيعني ببساطة انا بس هطلع من اغلب الغرز كده تمام، هتكون مثلا عندك الغرز كلها على الابرة كده، هتروحي طالعة منها بالطريقة دي. طبعا التونسي مفهوش الحركة، احنا بنطلع من الابر بشكل عكسي لان طبعا هنا بيكون مسدود. شايفين بقى الغرز رجعت زي ما كانت كده ومبهدلة. كل انا هعمله طبعا انا لو اشتغلت غرزة حشو هي مش هتمشي معايا، فانا هعمل ايه؟ منزلقة، كل سلسلة هاخدها كده من منزلقة في اللي ايه في اللي بعدها على طول. شايفين؟ شايفين المنظر؟ أصبحت دلوقتي دي زي دي تمام، وده المطلوب. ولما تكون عندك البداية لازم تكوني موسعة ايدك مش مضيقاها، فهماني؟ عشان الجزء ده ما يطلعش ضيق والجزء ده يطلع واسع، ساعتها مشكلة. لو حصل معاك يبقى انت تضيقي ايدك وانت بتقفلي زي ما ضيقتي ايدك وانت بتبتدي، عشان المسائل معاك تكون متظبطة والنتيجة معاك تكون قريبة أوي من بعضها، وما يكونش عندك اختلاف في المنظر يكون منفر بالنسبة لك، فاهماني؟ غرزة بسيطة تحتاج بس بعض المجهود بالشكل ده تمام. تادا خلصنا غرزتنا، زي ما انتم شايفين شكلها عامل ازاي، وكأنها يعني هي عبارة عن فراغات مفيهاش تفاصيل غير ان هي مثلا فراغات فوق بعضها. زي ما انتم شايفين شكلها شيك قوي، مناسبة جدا للصيف، وهفضل اقولها يمكن للسنة الجاية. ده ظهر الغرزة يا بنات، طبعا تحسوا ان هي غرزة مقلوبة وبعيدة عن بعضها كده وشكلها حلو قوي. فاكيد اكيد لو عملت كوفية لازم تكون ضخمة، انتوا خلاص بقيتوا عارفين ان انا بموت في حاجة اسمها كوفيات ضخمة. حتى لو ظهر الغرزة باين وانتي مثلا لابسة الكوفية برضو مدية شياكة ومدية اناقة في اللبس بشكل مش طبيعي، مميزة قوي. مشاريع الشتاء، مشاريع الصيف، ومشاريع الخريف، يعني اعتقد ان غرزتنا دي متنوعة جدا. وزي ما انتم شايفين غرزتنا مختلفة، مرة ضيقة مرة واسعة. اتمنى ان هي تكون عجبتكم. احنا كده خلصنا النهاردة، كل اللي احنا عملناه لايك وسبسكرايب وفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصل لكم كل جديد، وانتظروني في مشروع الشتاء هتعرفوا احنا بنعمل ايه.